اهلين ابو فهد. اخي انا رح اغني الليله، بدنا تسفيق شي بليره سوري. الله يخليك. يلا رح نبلش هلي. وينك يا استاذ؟ تعال لك الداعي المطرب تبع البرنامج الفيديت، يعني هاي ليره بدنا تزفق شي بليره. يلا رح نبدا فوق وتحت على الواقف يلي ما قطع يقطع. وينك اخي؟ اخي الله يخلي لي اياك، بدنا التسفيق شي ب 35 قرش. لا تنسى لحي محلات فوق وتحت على الواقف، مناظر بالالوان، شبح الذي ابي. ستاتي وسادتي، الله مسيكم بالخير، والان نقدم اليكم العندليب السكلمة الاستاذ غوار الطوشي. طلع. شو صياح؟ وين الالاتيه؟ ليش الالاتيه؟ مو انت كنت عم تقول له لحسني افندي هذيك الساعه اديك الفصيح من بيضه بيصيح؟ تفضل صيح. بإيدي المزامير وبقلبي المسامير، بإيدي المزامير وبقلبي المسامير. وين يا شباب؟ الدنيا غربتني وانا شاب نمير، رمشك خطفني من اصحابي وانا واد صياد. تعال يا شباب لحد اطلع اتاريكي سكنا النحيادي، يا سلام يا اولاد، طلوا طلوا صيادي وسلاح بيلمع يابا من وادي لا وادي ما قبله لا صيادي من وادي. وين يا شباب؟ لا وادي ما علينا صيادي. هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا؟ هلا شو ما في حدا وسكارى سكارى مثلنا ومشينا في طريق مقمر. انا ممنون لطفك استاذ، انت الوحيد اللي بتفهم بالطرب واللي سمعتني للاخير. نعم انا ممنونك كثير لانك ضليت عم تسمعني للاخير. خلصت غني؟ ايه. ليش ما كنت عم تسمع؟ علي صوتك. ما كنت عم تسمع؟ انا لطول الليل هون عم استناك حتى تخلص وشان سكر القهوه.